السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اول شيء نبغي نشكر كاع الناس الجدد اللي انضموا للقناه ديالي وكذلك القدام، شكرا بزاف على اللايكات ديالكم، التعليقات والمتابعه ديالكم. اكيد كنفرحوني بزاف التعاليق ديالكم لهلا يخطيكم عليا. اليوم في هذا الفيديو هذه غادي نشارك معكم تحضيراتي لعيد ميلاد بنتي، اي حاجه غادي نشاركها معكم سواء الحفل الهدايا وكذلك حتى لي زاكتيفيتي اللي درناهم. مهم اذا كنتم مهتمين تبعوا معايا الفيديو حتى للاخر. اول حاجه البنات كنديرها دائما سواء في اي احتفال عيد ميلاد ولا مين كتكون شي تيمه تبغي تخدمي عليها، سواء لي كولور ولا شي حاجه بحال هكا. انا غادي نستعمل في التيمه هاد عيد الميلاد عروس البحر، كنت اي حاجه كنت صادف معها من عام او اكثر وانا كناخذها. والناس اللي متبعين القناه ديالي راه بزاف ديال الحوايج اللي خديتهم من شائن ولا من اكسيون راني شاركتهم معكم وقلت لكم فيهم باللي غادي نحتاجهم لعيد ميلاد بنتي. يعني من قبل كنبقى ناخذ الحويجات وكنخبعهم سواء اللي يكونوا في نفس التيمه ولا حتى الالوان اللي يناسبوني، سيرتو في البيفي ولا شي حاجه اللي كتكون مناسبه هاد التيمه اللي غادي نخدم عليها. هنايا بالنسبه لهاد لاجوندات هادو كنت خديتهم لها من اكسيون، اسبق لي وشاركتهم معاكم، كانوا رخاصين ما بقيتش عاقله الثمن ديالهم بالضبط. هادو تفرقهم كهدايا صحباتها. وحتى هادو هنايا كيف ما كتشوفوا هادو كيتهرسوا بحال القبس، كيهرسوهم وكيلقاو فيهم لداخل شي هديه، حتى هما هكا توزعهم. خديت كذلك هاد الديل وهو الصابون على شكل ديل عروس البحر، حتى هو تعطيهم لهم هدايا. وبالنسبه لهادو واحد لاكتيفيتي هكا يديروها هذه الرمله بلاكول ويشكلوا بها هاد كاين واحد الفورم وكيديروه يشكلوا هما هاد عروس البحر. جات حتى هي غير صدفه كيف ما قلت لكم، علاش من كتكونوا دايرين التيمه في بالكم كتلقاو حويجات وكت اخذوهم قبل. اما اليوم وكنمشيت ما لقيت والو، رجعت لاكسيون نقلب على شي حوايج تاع عروس البحر ما لقيت حتى حاجه جديده. حتى هاد لي ساك هادو راه كنت شاركتهم معكم، حتى هما خديتهم من اكسيون. هادو اللي غادي توزع فيهم الهدايا لصحاباتها. وبالنسبه لهاد الطابليات هادو خديتهم من بوبنتكم، عجبوني بزاف البنات. هادو كيتباعوا هكا ما فيهمش لي كولور، كيتباعوا بهاد لي فوتخ وكل واحد يلونو على حسب الرغبه ديالو. خديتها حتى هي على حسب اكتيفيتي يديروها مع بعضهم، وكذلك غادي يديروا واحد الكيك يلبسوهم من يدخلوا المطبخ. وبالنسبه لهاد الحوايج هادو حتى هما كل حاجه منين خديتها. بالنسبه لهاد لي فورم سيليكون ديال عجين السكر خديتهم من شائن. وبالنسبه لهادو كنت خديتهم من فيبرا كيف ما راه شاركتهم معكم في الفيديوهات السابقه، راه فايت العام هادو ملي خديتهم. وكذلك هادو كنت خديتهم واحد المغازان بيفر فيك، كل مره كيف ما قلت لكم كنت صادف مع شي حاجه كنجيبها. هادو كيتعمروا بالحلويات، كنت خديتهم تهما من شائن راني شاركتهم معكم. وكذلك هادو ديال لي كوب كيك حتى هما من فيبرا خديتهم. هادو ستيكرز اللي خديتهم من اكسيون. وكذلك هاد لي ماسك ديال العينين كنت خديتهم من هذيك المغازه اللي قلت لكم باي فيك. وهادو يزينوا بهم القريعه ديال الماء ولا خديتهم من شائن حتى هما. وهاد الفقاعات هادو ديال الصابون هادو خديتهم من بريمارك، يعني كل حاجه من خديتها هادو حتى هما لقيتهم في اكسيون. كذلك هذا اللون دياله جاني بحال الاخر، ما عرفتش يعني واش غادي نستعملهم ولا خديتهم، اي حاجه كنشوفها تناسب داك اللون كناخدها. بالنسبه للبالونات حتى هما خديت هاد الالوان اللي يناسبوا هاد التيمه هادي. وحتى بالنسبه للحلويات اللي غادي نستعملهم البيفي دائما كنشوف الالوان اللي كتناسبني، خديت لها هاد الحلويات هادو. بالنسبه للكارت دانفيتاسيون كنت خديتهم حتى هما من شائن، هادو اللي شاركت معاكم قبل في الفيديو نتاع شائن. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم رائع وبلا بريه كيتطواو هكا وكيكونوا غير هكا يعني بلا ما كديروا البريه معاهم. هنايا غادي نقاد كل حاجه كيف ما شفتوا معايا، خويتهم
على الطبلة. وأول شيء هو هاد القويبسات هادو ديال الحلوة. هنا راني شرحت كيفاش غادي نقدوهم لبنتي وهي اللي غادي تصاوبهم بيديها، لأن حتى هي تعاون شوية ماشي غير أنا، يعني بزاف ديال الأشياء اللي خاصني نديرهم. هنا كيف ما كتشوفوا كتقدو داك الكرتون، راه باين كيفاش كتصايبوه، وكاين واحد لاكول هاك بحال سكوتش كديروها فيه وكتلصقوا هذاك الديل وهذيك البابيون على هذا الشكل هذا، وهاد الكوكياجه كتندر من التحت وكيتامروا بالحلويات. هنايا كيف ما كنتش معايا قديت لها الحلويات اللي غادي ديرهم فيهم وهي غادي تصاوبهم بوحديتها. وفي هاد الاثناء انايا كنحضر الحويجات اللي كيشدوا الوقت ونقدر نحضرهم ليله قبل، كيف ما شفتوا معايا هنايا الماغنومز وكذلك لي تارتليت اللي حضرتهم، وحتى لي دونيتس حضرتهم ليله قبل هكا باش يكون عندي الوقت لغد ليه. كاين بزاف ما يدار المملحات وشحال من حاجة، يعني باش ما يشدوليش الوقت، وهادو كيشدوا وقت طويل وباش يبردوا ويشدوا راسهم حضرتهم ليلة قبل. في اليوم الموالي غادي نستمر في التحضيرات. بالنسبة لهاد البالونات هادو اللي غادي يتنفخوا بالهيليوم كنخليهم حتى اليوم الموالي، بالنسبة اللي كيتنفخوا عادي سبق نفخناهم في الليلة اللي قبل. بالنسبة لهاد الهيليوم هاد البنات راه رخيص بزاف، وكيف ما كتشوفوا راه كيدير 30 حبة اللي كينفخ ديال البالونات. بالنسبة لأكسيون راه رخيص على المجازات اللي كيبيعوا الزينة ديال الحفلات. هنايا قبل ما نمشي نجيب البنيتات من المدرسه كل شيء كان جاهز كيف ما كتش معايا. هاد البالونات جو رائعين في شكل هكا. وبالنسبه لهاد لي ساك حضرتهم بنتي في الليله اللي قبل كيف ما قلت لكم، هادو هما الهدايا اللي دارتهم غادي توزعهم على صاحباتها. وبالنسبه لهاد لي ساك كيف ما شفتوا جو رائعين، جو اللون ديالهم مناسب للطيمه ديال عيد ميلادها. هنايا كيف ما كتشوف معايا الحلويات درتهم في هاد الكؤوس هادو، حتى هما كيف ما شفتوا الالوان جايين متناسبين. الدونيتس هنايا كيف ما شفتوا زينتهم بهذاك العجين ديال السكر، كذلك الماغنومز حتى هما زينتهم على هاد الشكل. وبالنسبه لهاد العلب هادو درت فيهم البوب كورن كيف ما شفتوا، جاوا رائعين حتى هما في الشكل ديالهم. بالنسبه لهاد الميني طارت قديتهم لها على هاد الشكل هذا كيف ما شفتوا، جاوا رائعين حتى هما بهاد الالوان هادو. فضلت انني ندير لها هاد لي ميني طارت ولا لا طارت اللي كتكون كبيره، لان كتشد الوقت باش غادي يقسموها باش غادي يديروا. قلت هادو يكونوا حسن هكا عمليين، كل واحد يهز حبه ديالو. وهنايا كيف ما كتشوفوا ساليت كلشي التحضيرات. بالنسبه هذوك البالونات تاع الهيليوم حتى هما كيعطيو منظر رائع. بالنسبه للاكل هنايا كيف ما كنتش معايا حطيت لهم الطبق نتاع الفخوي، درت فيه العنب الفريز الاناناس وكذلك كونكومبر الطماط سوغيز. وبالنسبه لهاد الميني كريب عفوا هولانديز كيعجبو بزاف للدراري الصغار، رافقتهم مع الكونفيتور والشوكولا اللي بغى شي حاجه ياكلها معاهم، هما الاغلبيه كيفضلوا بالسكر كلاصي. وبالنسبه للمملحات درت هنايا لي ميني همبرغر بالكفته والفرماج والسلطه، والتوست اللي امرته بالمرتديلا والفرماج، وكذلك البيتزا. هنايا البيتزا غير خديتها هذوك الميني بيتزات بالفرماج فقط، لان بزاف ديال الدراري الصغار ما كيبغيوش البصله اولا البابريكا. هاد الورقه ديال التورتيلا اللي امرتها بالدجاج والفرماج. هنايا كيف ما كنتش معايا الفافول ديال بلجيك وكذلك لي ميني كرواسون. بعد ما سالو من الاكل دزنا لي زاكتيفيتي. اول شيء الكيك، هنايا كانوا لونوا الطابليات ديالهم باش يدوزوا للكيك صوبوه. هنايا بالنسبه لهذا الكيك خديت هاد العلب اللي فقط غادي يضيفوا لهم فقط الماء. هنا كيف ما كتشوفوا معايا قسمت الجروب على زوج باش تجي ساهله الخدمه. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الكيك اللي صوبوه، جا رائع وجا طالع. كيف ما كتشوفوا حتى المول كيتباع ديال الكارتون معاه، ساهل بزاف الخدمه ديالو. من بعد الكيك عطيتهم هاد الشكيلات هادو يقدوهم بالرمله والكولا، كيف ما قلت لكم الشكل ديالهم جا رائع، كل واحد صوبها على الذوق ديالو.
وهنايا فتحت الهدايا مع صديقاتها. في الحقيقة كانوا هدايا رائعين، سواء الصديقات ديالها ولا حتى الصديقات ديالي اللي جابوا لها هدايا، فرحت بهم بزاف. وكنشكركم مرة أخرى، وكتير شي صديقتي نوال، شكرا بزاف على المساعدة ديالك، عاونتني بزاف في هاد الحفلة هادي. كانوا الهدايا كاملين كيف ما كتشوفوا على حسب الذوق ديالها، حتى الأمهات ديال صحابتها كيسولوني في الواتساب واش خاصها شي حاجة، شنو باغية، شنو عجبها، يعني أي حاجة كانت جاتها كانت باغياها. وفي الأخير هاد البالونات هادو ديال الهيليوم عجبوا البنيتات وبغاوهم، درتهم لهم في ليساك كيف ما كتشوف على هاد الشكل هذا، كيجي حتى المنظر ديال هاد ليساك رائع بيهم. كانت هذه هي الحفلة اللي حضرتها لبنتي، شاركتها معكم بكل التفاصيل. في الحقيقة فاتت رائعة، وكل شيء كيف ما شفتوا سواء ليزاكتيفيتي ولا التحضيرات حضرتهم بنفسي، يعني فاتت حفلة ناجحة والحمد لله. ما أدبونيش ما شاء الله عليهم، بدأوا كيكبروا البنيتات، راه ما شاء الله كلهم وصلوا 9 سنين وكيتعاونوا ما شاء الله عليهم، شبانة معهم ضحك واستنسنا معهم حتى حنايا. أتمنى أن هاد الفيديو هادي تنال إعجابكم وتكونوا خديتوا أفكار، شاركتها معكم بكل تفاصيلها. أي استفسار أي حاجة خليوها لي في التعليق، أكيد غادي نجاوبكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.